مساء الخير. اليوم وصفتنا مرة مميزة، رح نعمل وصفة الرز القبولي العماني، وصفة من سلطنة عمان. بطل وصفتي لليوم قدر ضغط وقلاية هوائية في نفس الوقت من هوم إليك، وهوم إليك ماركة حصرية لدى قصر الأواني. ما عندك قدر، ما عندك قلاية، خدي هذا الجهاز 2 في 1، قدر ضغط وقلاية هوائية. بتيجي معاه ملحقات، شبك للشوي، سلة قلي عشان إذا أنت حبيتي تعملي أي شيء بالقلي الهوائي، ملعقة غرف وكوب قياس. الغطاء اللي فوق ده يتشال ويصير قدر ضغط عادي، وممكن يتعلق بدي الطريقة وتحطي غطاء قدر الضغط برضو، وتشيلي غطاء قدر الضغط، تنزل الغطاء اللي فوق حينقلب عندك ويصير قلاية هوائية. الجهاز مرة فنان لأنه بيقدم وظيفتين، يعني بيوفر لك مساحة، بيوفر لك وقت وجهد. الوعاء اللي عندي ده 6 لتر، تمام؟ سعته 6 لتر، 1530 واط، وعليه ضمان 3 سنوات. مقادير الرز القبولي عندنا هنا: لحم بعظم، لحم غنمي، بصل مفروم، ورح نحتاج لبهارات عدلة، ورق غار وهيل وقرفة، وبهارات مطحونة، كمون وزنجبيل وفلفل أسود، هذا بالنسبة للرز واللحم. هنحتاج للحشو حمص اللي هو المعلب، أنا أختار العلب القزاز، تجي حباتها كده ماسكة نفسها، ما تكون مهرية مرة. وعندي هنا زبيب نقعته في موية. طبعا هنحتاج ملح للحشو وللطبخة، ولي أبازير الحشو كمون وفلفل أسود. شوفوا كمية البصل هذه، حقسمها بين الحشو وبين الرز واللحم. وطبعا رح نحتاج لأرز مزة مغسل ومنقوع، يعني على الأقل نص ساعة منقوع. راح نفتح القدر، ححط الزر هنا على علامة انك تفتح الغطاء. بالداخل في شبك المندي ده راح نحتاجه لما نحمر اللحمة، وحنبدأ كشنتنا. يلا بسم الله، راح نفتح القدر، ححط الزر هنا على علامة انك تفتح الغطاء. بالداخل في شبك المندي ده راح نحتاجه لما نحمر اللحمة، هنبدأ كشنتنا. هنبدأ نشغل الجهاز وتبدأ تختار الزر المناسب. هختار زر اللحم. الحلو أنه في أكثر من برمجة، أضغطي عليه مرة ثانية يزيد الوقت، مبرمج على وقت أكثر. شايفين يتغير البرمجة عند كل زر لو ضغطتي مرة 2 3. طيب دحين نرجع لكشنتنا، بس أبغى أوريكم أنك تقدري تخلعي غطاء قدر القلاية، يصير بس قدر ضغط عالي. شايفين؟ وترجعين. بس أنا عشان هحتاجه اليوم في تحميرة اللحمة فحخليه، ما حشيله. عندنا هنا ورق غار، هيل، قرفة، نضيف بصل مفروم، نقلب إلين يشقر. بعد ما يشقر البصل نضيف الفلفل الأسود والكمون والزنجبيل. نبدأ ننزل اللحمة، وأخلطي إلين يتغير لون اللحم. نضيف الملح، بعد ما تدلدلت اللحمة مع البصل والبهارات والملح راح نضيف الموية الساخنة، ونغطي القدر ونتركه ينضغط لمدة ساعة. نحط الغطاء. الزر ده إذا كان على فوق يعني الغطاء مفتوح، في النص يفرغ الهواء، وعلى تحت مرة حينقفل الغطاء. يلا دحين نعايره لمدة ساعة. بعد انتهاء الوقت أرفع المفتاح للنص عشان يطلع البخار. بعد ما فرغنا الهواء ترفع المفتاح على فوق، راح يفتح معاك الغطاء. ما شاء الله تبارك الله. دحين راح ننشل اللحمة ونخليها على جنب عشان نحمرها.
على مرقة اللحم راح أضيف الأرز المصفى من موية النقع، كمية مرقة اللحم بتكون فوق الرز بإصبعين، وراح أحط شبكة المندي كمان وفوق شبكة المندي اللحم. على وجه اللحمة ممكن تدهني سمنة أو زبدة، أو ممكن تستخدمي بخاخ الزبدة، أنا هستخدم بخاخ الزبدة بس للتحمير. بعد ما تضيف الرز أتأكدي من الملح، دوقي من المرق، لازم يكون مالح شوية، أوزن الملح. طيب دحين حرجع أغطي قدر الضغط، هستخدم غطى قدر الضغط وأغطي القدر تمام، وأضغطه على زر الأرز. بعد ما ينضغط الرز أشيل غطى قدر الضغط، أنزل غطى القلاية الهوائية وأحمر اللحم. طيب حضغط على زر التشغيل وأختار زر الأرز، طبعا في أكثر من برمجة، 12 18 25، أنا حختار 18. طيب على بال ينضغط الرز راح أجهز حشو الرز القبولي. في طاوة على النار حطي زيت وبصل، بعد ما يشقر البصل حنضيف رشة ملح، نضيف الزبيب المصفى من موية النقع، ونضيف الحمص، رشة كمون وفلفل أسود، ونقلب. دقيقتين ثلاثة على النار وخلاص الحشو صار جاهز. طيب بعد ما نضغط الرز خلاص وخلص الوقت، نفتح الزر على النص عشان البخار يخرج. طيب اتفرغ الهواء، نفتح الغطاء كده، الرز خلاص انضغط. دحين راح نحمر اللحمة، راح اغطي القدر وأحمر اللحمة، عفوا أغطي الغطاء حق القلاية الهوائية. بس بعد ما نزلت الغطاء راح أشغل القلاية الهوائية على 5 دقائق على درجة حرارة 200، 5 دقائق كفاية، راح يحمر لنا اللحمة. 5 دقائق واللحمة تحمرت ومن أبدع ما يكون، ما شاء الله تبارك الله. حشيل اللحمة عشان نغرف الرز، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوف كيف اللحمة دايبة وأنا بأشيل أتفصصت. نشيل شبكة المندي، الله 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 عليك يا هم إلك، الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا أنا ضغطته 18 دقيقة، شايفين؟ إذا تبغي الرز يكون ناشف أكثر من كده أضغطيه على 15 دقيقة أو 12 كمان يمشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. نرص اللحمة المحمرة، نوزع الحشو، وما شاء الله تبارك الله أحلى قبولي عماني صار جاهز، تبارك الرحمن الطبق يتكلم. ما شاء الله تبارك الله، طبخنا الرز واللحم بقدر الضغط، حمرنا اللحمة بالقلاية الهوائية،
حقيقي الجهاز ده إبداع، 2 في 1. شوفوا 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 ما شاء الله الرز كيف، واللحمة المحمرة الرهيبة. بالله مو أحسن شيل اللحمة وشيل الدجاج وحطيها في صينية وحمريها في الفرن، خلاص في قدر واحد، غلبة واحدة يعني، حتى كمان يوفر مجهود، وكمان الصراحة يعني ولا توسخي صينية ولا أي حاجة، خلاص قدر واحد. رائع رائع تبارك الرحمن، لذيذ لذيذ الرز القبولي، اللي ما جربه لازم يجربه.